موجودون بالفعل، عايشين بيننا الآن، نراهم ويروننا، أم هم خلف السد لا يظهرون إلا يوم القيامة، ينحتون في السد، أم السد انهار وخرجوا، أم ماذا؟ وهذه الواحد فيهم بالفعل طول الجبل ولا يموت إلا إذا رأى 1000 من أحفاده، وله أذنان يفترش إحداهما ويلتحف بالأخرى، ومنهم من يصل طوله إلى طول الجبل، ومنهم من يصل طوله إلى شبر. يعني كل هذه الأسئلة قد موجودة في الكتب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا الكلام يعني يجوز كلام طويل، لكن الآن يعني في هذه المناسبة هم ناس من الناس، من بقية الناس كانوا يفسدون في الأرض، بشري، أولاد آدم، يعني أولاد آدم، أم جنس خاص بحالهم هكذا؟ لا لا، هم من أولاد آدم، من أولاد آدم. أما كونهم موجودين أو غير موجودين، قطعا أولئك الأوائل ذهبوا وبادوا، وتأتي يأتي نسل آخر منهم فيما بعد. ويعني هنالك حقيقة حديث صحيح في البخاري، جيد، يعني ليس بالنسبة لأجوج لكن كلام عام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن